وللوقوف على تطورات الحرب في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من خيرسون والحديث عن مفاوضات التهدئة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. حياكم الله عقيد أحمد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. مساء الأنوار، أهلا بك عقيد أحمد. يعني القوات الروسية كما تعلم تنسحب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في مواجهة الهجمات الأوكرانية. بداية، كيف تقرأ هذا الانسحاب؟ هل هو تكتيكي أم فرضته يعني ظروف الهجمات الأوكرانية على القوات الروسية؟ تحياتي لك. بالطبع هي خسارة، ولولا أن هناك هجوم عسكري أوكراني كبير لما انسحبت روسيا من خاركيف ومن كييف ومن خيرسون هذه الأيام. أتوقع بأن الإعلان أتى نتيجة الخسارة الكبيرة للقوات الروسية والإنهاك الذي أصابها، وخاصة في يعني عدم وجود دعم لوجستي كبير ودعم عسكري في هذه المنطقة، وهناك نقص كبير في القوى البشرية. لذلك أعلنت روسيا التعبئة الجزئية، ومن ثم بدأت البحث عن مرتزقة من واغنر وسوريين و التابعين لنظام الأسد ومن أفغانستان من أجل ملء هذا الفراغ. طول الجبهة 1200 كيلومتر يتم استنزاف روسيا بشكل كبير، وخاصة في المعدات، حيث وصلت نسبة التدمير للقوات الروسية بحدود النصف. كذلك اليوم التقارير الأمريكية التي قالت بأن هناك أكثر من 100,000 بين قتيل وجريح ضحايا هذه الحرب المجنونة التي شنها بوتين على دولة مثل أوكرانيا. الانسحاب الذي أعلنه اليوم شويغو هو جاء نتيجة تقارير من أرض الميدان، من القادة الميدانيين، الذي رأوا بأن لا جدوى من الدفاع عن هذه المنطقة، يجب الانتقال على ضفة نهر دنيبرو الأخرى من أجل تقوية الدفاع. وهذا الانسحاب كان مخطط له منذ فترة، لأن روسيا قامت بسحب المدنيين أو يعني نزوح المدنيين من هذه المنطقة بحدود 100,000 إلى منطقة القرم وإلى داخل روسيا. لذلك هذا الانسحاب الذي تم إعلانه حتى اليوم يأتي في نتيجة الخسارة. ولكن ما يقوله الروس اليوم من أنهم يحرصون على أرواح الجنود وأن عليهم أن ينتقلوا إلى ضفة أخرى من القتال هي تجميل للهزيمة التي ستكون لها تبعات كبيرة عسكريا وسياسيا في الجانب. عقيد أحمد، يعني لكن في المقابل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال أنه يتعاطى بحذر بالغ مع هذا الانسحاب. هنا سؤال، ما الذي يخشاه الرئيس الأوكراني؟ يعني هو أولا يخشى بأن لا يكون هناك انسحاب. يعني حتى الآن أعلنت روسيا بأنها ستنسحب، هل ستدفع يعني تريد مفاوضات جديدة من أجل إتمام هذا الانسحاب، أم أنها يعني ستكون هناك أفخاخ في هذا الانسحاب الذي أعلنه الروس؟ اليوم الحديث يقولون بأنهم يفخخون كل شيء في مدينة خيرسون، وربما يتم يعني ضربة معينة على هذه المدينة في حال تقدم الجيش الأوكراني إليها، لأن الروس اليوم يعني لا يمكن الوثوق بتصاريحهم أو بإعلاناتهم. يعني منذ فترة قالوا بأن أوكرانيا تحضر لقنبلة قذرة تضرب بها الروس، ولكن الهيئات الدولية التي ذهبت من أجل البحث عن هذا الموضوع لم تجد أي شيء. وعلمتنا الحرب الروسية التي شنوها في سوريا بأنهم دائما يبدعون شيء ويعملون الشيء الآخر. نعم عقيد أحمد، يعني عذرا لو بالإمكان أن نعود قليلا إلى يعني ترجع قليلا إلى الخلف حتى يتسنى لنا رؤية صورتك يعني جيدا. نعم، نشكرك جزيل الشكر. هناك من ذهب عقيد أحمد إلى أن روسيا قد انسحبت من هذه المنطقة ربما لاستخدام أسلحة محرمة دوليا ولحماية جنودها من يعني تبعات هذا الاستخدام. هل توافق ما ذهب إليه محللون؟
يعني الروس الذين سينسحبون حتى الآن لا يوجد، يعني هل سيتم الانسحاب فوضوي أو منظم أو يضربون هذه المنطقة بسلاح معين؟ حتى الآن لا يوجد أي دليل على هذا الانسحاب الذي يعني سينفذه الروس، وربما يقومون بضربة معينة أو هم منهكون بالفعل في هذه المنطقة. ورأينا بأن قديروف اليوم الذي هو زعيم ميليشيا شيشانية يقوم في هذه المنطقة، على الروس أن ينسحبوا من هذه البقعة لأنها لا تصل إليهم الإمدادات اللوجستية. ورأينا بأن هناك تعثر شديد للروس في إمكانية الإمدادات اللوجستية، ورأينا أن تدمير أرتالهم في كييف وفي خاركيف وفي مناطق أخرى يدفع الجنود الروس من الاستسلام، أو يعني لا يمكنهم القتال كما يقاتل الجندي الأوكراني الذي يدافع عن قضيته وعن احتلاله. ما احتمالية كان هذا الانسحاب عقيد أحمد؟ يعني ما احتمالية أن يكون هذا الانسحاب بادرة حسن نية من موسكو لحل الأزمة بالتفاوض، لا سيما أنه كما تعلم سفير روسيا لدى واشنطن دعا إلى ضرورة الحفاظ على اتصالات مع أمريكا لمنع التصعيد؟ يعني ربما يريد الروس التفاوض، ولكن هذا التفاوض لا يكون على حساب الأوكرانيين الذين احتلت اليوم 100,000 كيلومتر مربع من أراضيهم. الرئيس زيلينسكي رفض كل أنواع الانسحاب مع هذه القيادة، كل أنواع التفاوض مع هذه القيادة التي شنت هذه الحرب، وقال بأن على أوكرانيا أن تحرر كل الأراضي وحتى كل سنتيمتر مربع. لا أتوقع بأن الروس يملكون أو الرئيس بوتين أو قادته العسكريين أي نوايا سلمية في هذا الشأن. ربما يريدون التفاوض على الواقع، يعني على الواقع الميداني اليوم، وأن تتوقف الحرب على ضفة نهر دنبرو وتبقى هذه الأراضي هي أراضي روسية، كما قاموا بالاستفتاء في على هذه المنطقة على زاباروجيا وعلى لوغانسك ودونسك وخيرسون أو ما تبقى من خيرسون لديهم. هم يحلمون بأن يسيطروا على هذه المنطقة، ولكن لا أتوقع بأن الأوكرانيين والغرب الذين يدعمونهم بالأسلحة الحديثة التي أثرت بشكل كبير على الجنود الروس وعلى الآليات الروس وعلى كل القوة العسكرية الروسية. نعم، بالمقابل هناك تصريح كان للرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا ينوي المجازفة بدخول بلاده بحرب عالمية ثالثة بتوفير مقاتلات لأوكرانيا. هل يعتبر هذا رد على الانسحاب الروسي؟ يعني أمريكا بالتالي وروسيا لا تريد أن تشن حرب يعني دولية بينهما، ولكن هي تدعم الحرب بالوكالة في مناطق عديدة في العالم. ولكن يعني هناك خطوط يرسمها الطرفين في نوع الأسلحة. يعني رأينا بأن تزويد أوكرانيا مثلا بقاذفات الهيبارس التي أحدثت فرقا في الميدان وفي المعركة، تم تزويدهم بهذه الأسلحة التي تضرب وتقتل في ضمن الأراضي الأوكرانية. لا يريدون إعطاء أوكرانيا السلاح الحاسم في هذه المعركة، هم يعطونهم يعني سلاح فقط للدفاع عن أنفسهم أو لتحقيق بعض الأغراض يعني في الهجمات المعاكسة من أجل رضوخ روسيا. نعم، إذن بجميع الأحوال كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، نشكرك جزيل الشكر.